asalamu alaikum welcome to the video where primary six and we'll with you mr Al-Nadi today inshallah we'll complete unit 13 surface area and volume concept 1 use nets to find surface area listen to exploring surface area of prism and pyramid by the way matarova felicity fatah is surface area how can we find it في مثلا الكيوبويد او الكيوب نفس الفكره اللي احنا خدناها المره اللي فاتت بس بدل ما خدنا رولز كنا بنجيب الايه بنجيب الاريا فور ايتش فيس وفي الاخر قلنا بنعمل ايه السم اوف اول فيسز نفس الفكره دي هنعملها النهارده مع تو شيبس تانيين اللي هو تراينجولار بريزم والبيراميد حتى لو عندي سكوير اي شيب اي شيب عندك وحبيت تجيب له السرفيس اريا هنمشي بنفس الفكره ايه هي ان احنا نجيب الاريا اوف ايتش فيس وبعدين في الاخر نعمل لهم ايه بلس طيب فور اكزامبل Surface area of a triangular prism. Triangular prism, they will be kunando At And the surface area of triangular prism is the sum of the areas of all faces. iba two congruent triangular faces and the three rectangular faces. They may be kunando. They meant to shape keda Three rectangular face, i.e., three faces as the same of rectangle with two triangular face. تو ترينجل فيز زي ما انت شايف ده كده ترينجل وهتلاقي فيه ترينجل تاني ازاي الناحيه الثانيه عنده الناحيه التانية كده اهو وهتلاقي ثري ريكتانجل فيه ثري ريكتانجل اللي هو وان اون ذا ليفت وان اون ذا رايت 1 ان ذا بيس داون تمام تمام محتاج بقى ايه تحدد البيز بتاعنا محتاج تحدد مين اللينكس مين الويتس مين البيز مين الهايت عشان تقدر تجيب الايه الاريا فور ايتش شيب طيب انا عندي كده في 3 ريكتانجل في عند اللاين دوت ب 20 اللي هو نفس اللاين ده ب 20 نفس اللاين هنا ب 20 نفس اللاين ورا ده ب 20 تمام تمام واللاين دوت ب 15 يبقى احنا عندنا كده 20 و 15 اللي هو اللينكس 20 تمام في بقى واحد تاني هنا اللي هو 20 اللي هو داون ده دا. وهنا في 18 يبقى في ريكتانجل منهم بيكون 20 وكام و18 يبقى ادي 20 و18 والتراينجل الثاني او الريكتانجل الثاني اللي هنا في 20 وكام و15 طب بالنسبه للتراينجل زي مستر قال التراينجل نفس البيز اللي هي نفس ال18 والهايت بتاعنا بكام ب12 الهايت اللي هو اللاين ده ب12 وهنا ال18 طبعا التو تراينجل زي بعض يبقى انا كده عندي تو تراينجل زي بعض وتو ريكتانجل زي بعض اللي هو ده وده والبيز هو اللي مختلف اللي بيكون كام 20 و18 يبقى انا دلوقتي هبدا اعمل ايه؟ هجيب فيس 1 اللي هي 15 باي 20 وفيس 2 اللي هو ريكتانجل اللي هو لينكس باي ويتس 18 باي 20 ده اللي هو كان البيز اللي موجود تحت وفيس 3 اللي هو الجنب الناحيه الثانيه اللي 15 باي 20 اللي هي ب 300 ونروح نجيب الاريا اوف ترينجل هاف باي بيس باي هايت تطلع كل واحده منهم هاف باي بيس باي هايت يعني هاف باي 18 باي 12 طلعنا كل واحده منهم ب 100 إيه. دلوقتي هنبدا نعمل بلس ما بين النمبرز بتاعتنا كلهم عملت بلس طلع الايه؟ ال surface area بتاعتنا كلها بقت 1176 طيب يبقى الرول بتاعتنا ايه ان انا بجيب الاريا area of 3 rectangular face والاريا area of 2 triangular base يبقى 2 triangular base ال 2 triangle دول بيكونوا زي بعض نفس الرول بتاعتهم واحدة ال 2 rectangle اللي هو ال right left اللي هو اللي ورا هناك دول بيكونوا زي بعض اما البيز بيكون الاريا بتاعته مختلفه او اللاين بتاعه بيكون ايه مختلف تمام تمام يبقى انا كده عندي تو ترينجل زي بعض وتو ترينجل زي بعض اما البيز بيكون عنده البي اللي هو اللينكس والويتس بتوعه بيكونوا مختلفين عن الايه الريكتانجل الثانيين يبقى عندي تو ترينجل زي بعض وتو ريكتانجل زي بعض وون ريكتانجل ايه ديفرنت ده بالنسبه لمين للترينجلر بريزم Tamam? Tamam. طيب, if the triangular prism are isosceles triangle, then the two of the rectangular faces will be congruent. Aliemestu. La isosceles, ali the two rectangular faces will be congruent. rectangular face, rectangular face If the triangular base are equilateral, equilateral triangle. كلا كلا triangle then all of the three rectangular faces will be congruent. ركز بقى معايا تاني يبقى انا كده كده التو ترينجل هيكونوا زي بعض في الاريا بتاعته مشكلتي فين في الثري ريكتانجل قال لك حاجه من الاثنين يا اما يطلعوا الثري ريكتانجل الاريا بتاعتهم زي بعض ده ان كيس ان انت عندك ان الثري سايدز دولت ار ايكوال في ترينجل تمام تمام ساعتها يبقوا الثري ريكتانجل تجيب الاريا بتاعت اي واحده فيهم وتعمل لها باي 3 تمام تمام طيب اما لو كان ايزوسترس ترينجل يعني عندك بس التو سايدز دول ار ذا سيم ساعتها بقول ايه ان انا عندي تو ريكتانجل are the same والون well, ريكتانجل اللي هو الداون ده بيكون مختلف في الاريا بتاعتهم تمام طيب فور اكزامبل ها فايند ذا سيرفس اريا اوف ذا اوبوزيت ريكتانجلر بريزم طيب عندنا ده دايريكتانجلر اي بريزم تمام تمام في عنده ايه عنده تو تراينجل وعنده ثري ريكتانجل حلو جدا طيب بص بقى يا سيدي عندنا التراينجل الاولاني ها triangle دوت اللي هو الابوزيت قدامك ده 5 و ايه و 3 و 4 يبقى هناخد ايه half by pace by height يبقى ال عندنا ب 3 والهايت ب 4 و اللي ورا هيكون زيه بالظبط تمام تمام يبقى انا هجيب half by 3 by 4 و half by 3 by 4 يجي واحد من اصحابنا بقى الاسكي يقول لي ايه طب ايه رايك يا مستر بدل ما اكتبهم مرتين ما اخد واحد بس فيهم واعمل له باي 2 اقول له والله دي فكره كويسه برده ما فيش مشكله بالنسبه لي تمام يبقى الهاف باي 2 تطلع معانا ب1 يبقى يطلع اول حاجه ايه ب12 تمام تمام نروح بعد كده ناخد مين هناخد ال الريكتانجل يبقى ال 12 دي جت عن طريق مين اللي هي ال 6 وال 6 اللي هم بكام بال 12 طيب نمسك بقى الريكتانجل قال لك في هنا اللاين ده ب 7 واللاين ب 4 يبقى في واحد 7 باي 4 وفي واحد تاني اللي هو الباك اللي هو 7 باي 5 تمام اللي هو ورا هناك يبقى 7 باي 5 وفي اللي هو البيز اللي هو اللي تحت ده في اللي هي 7 باي 3 شفت بقى عشان ده مش ايزوسس ولا ايكولاترال يبقى 3 ريكتانجلز ار ديفرنت اللي هو كام 7 باي 3 يبقى نفس ال 7 واحده اللي هو اللاين ده معمل له مره 7 باي 4 ومره 7 باي 5 ومره 7 باي 3 تمام؟ تمام والاريا اوف ترينجل زي ما هي وفي الاخر الانسر معاك تبدا تعمل لهم بلس يطلع معاك السرفيس اريا بكام؟ بي 96 يبقى احنا عملنا ايه؟ جبت الاريا اوف ترينجل لوحدها تمام تمام وخدت اللاين اللونج لاين ده عملت له مره 7 باي 5 ومره 7 باي 4 ومره 7 باي 3 طيب لو انا بقى معايا سكوير بيراميد طيب ايه هو السكوير بيراميد؟ قال لي بيبقى البيز بتاعتنا سكوير وعندنا شكل البيراميد بتاعتنا بتبقى 4 triangular side faces تمام تمام يبقى انا كده عندي سكوير اهو الاريا اوف سكوير بتكون ايه دايما سايد باي سايد يعني 10 باي 10 طب الاريا اوف of قال لك لو انت عندك طبعا الفور triangles ار ذا سيم يبقى احنا هنعمل ايه هاف باي بيس باي هايت البيس ب 10 will hide ب 7 يبقى هاف باي 10 باي 7 واعمل لها ايه باي 4 اللي هو ايه نكررها 4 تايمز تمام تمام يبقى هنا خدنا باي 4 لان انا عندي 4 triangle ار ذا سيم اللي هي هاف باي 10 باي 7 يبقى 4 باي 35 ايكوال 140 والسايد باي سايد اللي هي 10 باي 10 ايكوالز ايه 100 متر سكوير طيب مستر لازم يكون الفور تراينجل دول ار ذا سيم ايوه لان عشان خاطر ده سكوير فعنده الفور سايد زي ما هم يبقى هيطلع معاك الفور تراينجل زي بعض يبقى ما تنساش ان اريا اوف سكوير كانت ايه سايد باي سايد او سايد سكوير تمام تمام يبقى الرول بتاعتنا area of base plus 4 by area of triangular face يبقى ال base عندنا لو square يبقى نجيب ال area بتاعته اللي هي side by side وساعتها هتكون ال area of triangular face هنجيب ال area بتاعت ال triangular face اللي عندك ونعمل له by a 4 area of triangular face اللي هي هاف by base by height for example

تمام حبايبي يبقى احنا كده خدنا النهارده ايه خدنا السيرفيس اريا اوف تريانجلر بريزم وعرفنا الكيسز بتاعتنا ازاي نجيبها طيب وعرفنا كمان اللي هو الايه السكوير بيراميد كده يكون حبايبي خلصنا درس النهارده ثانكس lot for your watching سي ان شاء الله ان ذا نيو فيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته